جليت يوم مسك الساعة 3 زي ما شايفين، والمرايات شبيه مليانة، الأرض ومدورين ماشيين القرص اللي هو الرصيف. جليد نهاركم سعيد. اليوم 4 مارس 2023، جليد في مينسك، واليوم مشمس، درجة الحرارة -3. ماشي على العربية اسمه حدور، وماشي على كورس اللغة الروسية الساعة 4:30. زي ما شايفين حدور العربية، وعروس الزجاج إلى الجليد، والعربية بدون رطوبة عالية، ومحتاجة تسخن 10 دقايق. زي ما شايفين احترافية، واحدة من يوميات محمد حسين عبد الفتاح، ويوم حيكون طويل، فتابعوني في يومياتي في مدينة مينسك إلى روسيا للذكرى والتاريخ. وسنوافيكم بالجديد في الحياة الليلية. الآن الحياة الليلية في نص درجة الحرارة -4، عاصفة جليدية، والآن الساعة 8:30 مساء. الجو يبدو جميلا جدا، منظر جميل، العربات قليلة نوعا ما، لأن معظم الناس لا تقود في هذه الفترة وفي هذا الجو، والقيادة نوعا ما صعبة في الجليد. وهذه المدينة تشتهر بقوة الجليد والعواصف الجليدية وارتفاع برد شديد درجة الرطوبة. برد شديد. استمتعوا معنا بجو مينسك الجميل، وانظروا إلى مناظر العربات مغطاة بالجليد، بتاسة الحرارة، جمال مينسك. هذه العربة من بعيد، عربة بيجو 2008، تقاطع سنترالني حيث أسكن مدينة مينسك. سنترالني منطقة حيوية. الآن وإلى اللقاء، دمتم.